هذه النيران التي جاءت في صورة عملية عسكرية يا سيادة اللواء، وحسب الإذاعة الإسرائيلية تقول بأنه هذه العملية هي الأوسع من نوعها منذ عملية السور الواقي في العام 2002. ما الفرق بين العمليتين عسكريا على الأقل؟ يعني من كان يقاتلون ب 2002 أجداد وأباء يعني الآن الذين يقاتلون، من يقاتل الآن هم أحفاد وأبناء الشهداء في 2002. الجانب الثاني، هناك متغيرات كبيرة جدا مختلفة إلى علاقة بالوضع الداخلي الفلسطيني، يعني الذي لم يكن في تلك المرحلة هناك انقساما. الجانب الثاني الوضع العربي، والذي نحن رأينا كيف يعني هناك تغيرات كبيرة جدا على المستوى الدولي، وبالتالي جاءت اليوم هذه المعركة حتى ما بعد يعني يوم 7 أكتوبر التي غيرت وستغير الوعي، حالة الوعي لدى الإسرائيليين، وستبقى بذاكرتهم مدى الحياة حتى لو كانوا هم يريدون أن يعني يردعوا الآخرين ويقولوا من يقدم على خطوة 7 أكتوبر يجب أن يشعر بأنه في هناك رد ورد عنيف جدا. ما يحصل اليوم في الضفة الفلسطينية هو ضمن المشروع الاستراتيجي الممنهج والأيديولوجي لهذه الحكومة الفاشية في تل أبيب، لم يأتي من فراغ، وحتى لو لم يكن هناك 7 أكتوبر لكان هذا العمل الذي نقوم فيه. ولكن استعجال هذا المشروع نتيجة إدراك المؤسسة الأمنية أن هناك ثمة تهديد ومخاطر كبيرة إذا استمرت هذه الحالة من أن تنتشر أفقيا، وبالتالي لا يمكن بعد ذلك ضبطها. وما نشاهده اليوم من عمليات عنف، أنا أذكر جيدا ضمن المعلومات الذي أعرفها أنه كان الجيش الإسرائيلي يحضر ضابط ركن لكل محافظة ومسمى ومعروف ما هي مهماته، ونعود نتعامل مع المحافظات إما من خلال ضابط الركن أو رئيس هذه البلدية. في هذه الحالة لذلك الاحتلال يبني من كل هذه العمليات جملة بس واحدة أخيرة، جملة واحدة بس، طيب تفضل. جملة واحدة، الاحتلال لا يريد أن يرى جسما شرعيا فلسطينيا، لا منظمة التحرير ولا دولة فلسطين ولا سلطة، يريد التعامل مع الفلسطينيين محافظات وبلديات وميليشيات وعائلات، وجرب العائلات وجرب الميليشيات وجرب روابط القرى. نحن الآن أمام مفترق طرق في حالة الصراع، إنه هذا سؤال مطروح علينا، ما زال السلام ممكنا مع هذه الحكومة المجرمة أم لا؟ اسمح لي في هذه النقطة المهمة التي أشرت إليها سيادة اللواء، يعني مسألة يعني تحويل المحافظات لكي تكون تحت سلطة ضابط إسرائيلي. طيب أنا كنت عايز أسأل عن السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه الحالة كيف ستتصرف؟ شوف، منذ يعني بدأت العملية في منطقة جنين، هذه الحرب التي شنت على مخيماتنا الفلسطينية، قطع السيد الرئيس زيارته من أهم الزيارات التي كان يعني يخطط لها يعني للمملكة العربية السعودية، وعاد لأرض الوطن وشكل اللجنة التي نراهن عليها برأس الأخ حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية ومشاركة كافة الفصائل. أهم قرار اتخذوه هو التواصل مع الفصائل وخاصة المكتب السياسي لحركة حماس. نحن أستاذ عمرو بحاجة أن يكون لدينا توافق وفلسطيني داخلي مهم، وحكومة الشرعية تتوافق عليها كل القوى الفلسطينية تدعمها، من أجل يكون هذا الجسم الشرعي ممثلا للفلسطينيين ويتعامل مع المجتمع الدولي والعربي، لأنه نحن أمام خطر يعني كبير جدا. واقعين، نحن استمعنا إلى هذا الكلام فور يعني اندلاع الحرب في غزة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولم يحدث شيء، الانقسام ما زال على حاله وربما يتزايد يوما بعد آخر. نعم، أنا لا أقول الآن إحنا عملنا وأنجزنا، نقول العمل صحيح والاتصالات قائمة وجدية أكثر من أي وقت مضى، بس لا ذلك، بالرغم من ذلك أقول هذه عجلة بطيئة يجب أن تقاد بشكل سريع وواضحة المعالم، وطريقنا معروفة، دون توحد الفلسطينيين لن نستطيع أن نجابه هذا العدوان وهذا التهديد الذي يعني نشعر بالخطر الكبير علينا.